وخلينا طيب نروح لارض الملعب صالة الشهداء زي ما عودناكم بعد كل مباراة لقاءات مهمة بنقابل الجهاز الفني ونعمل لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبات ونعرف رأيهم في المباراة يمكن كلامهم يتطابق مع كلامنا أو يبقى كلامهم عكس كلامنا خلينا نشوف اللقاءات بعد المباراة. كابتن كريم اسماعيل طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي المدرب العام طبعا لفريق سله سيدات كلمني بقى عن المواجهه طبعا الاولى جيم 1 ما بين مصر للتامين وايه استعداداتكم كانت قبل المواجهه النهارده كان شفنا يعني مباراه قويه وماتش صعب شويه قول لي استعداداتكم وقول لي استعداداتكم طبعا في جيم 2. مرحب بيكم اول حاجه هو جيم 1 طبعا كابتن طارق والبنات كنا بنجهز ليه عشان عندنا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه المفروض مسافرين عندنا سيمي فاينل وفاينل الكاس ماتشين جامدين جدا المفروض ماتش مع هليوبلس وان شاء الله نلعب نوصل فاينل نلعب الكسبان من الجزيره وسبورتي فاحنا الماتشات دي بناخدها استعداد للكاس فنتمرن بعد الفطار دايما ممكن يكون الصيام وكده في اوله اول جيم يعني نلعبه في رمضان فممكن يكون كان مؤثر في اول كوارترين بس الثالث والرابع طبيعي رجعنا تاني للطبيعي بتاعنا والنهارده بنلعب ال 12 والكابتن طارق بيجهز الناس كلها عشان ماتشات الكاس باذن الله. ايه اكتر النقط الصعبه اللي لقيتوها في المباراه النهارده وهل في واقع هتبقى موجوده في جيم 2 ولا لا؟ ان شاء الله جيم 2 ان شاء الله هيبقى مختلف تماما ان شاء الله باذن الله بس النهارده الصعب يعني الصعوبات في الاول ان احنا صيام ممكن اول جيم نلعبه في رمضان فده ممكن يكون مؤثر شويه على البنات بس بعد كده هنتعود ان احنا ان شاء الله الماتشات كلها في نفس الميعاد وفي رمضان فواحده واحده ان شاء الله هيكون في تعود باذن الله. تحت امرك شكرا عفوا شكرا. كابتن فريده وائل برحب بيكي طبعا على شاشه قناه الاهلي الف مبروك الفوز النهارده في المواجهه الاولى امام مصر للتامين كلميني بقى عن استعداداتكم للمباراه وتوقعاتك طبعا لجيم 2 وقولي لي اصعب النقط كمان اللي واجهتوها النهارده في المباراه دي. الله يبارك فيكي ميرسي احنا دي كانت اول ماتش في الدور الثمانيه ان احنا نقدر ان شاء الله ان احنا نوصل للسيمي فاينل والفاينل احنا بقى لنا فتره مركزين ان احنا بنتمرن كويس قوي للمقابله بتاعه الماتش ده في طبعا حاجات مهمه يعني كنا بنركز على كل واحده مميزاتها ايه ومحترفه بالذات لان هي عندها مميزات كتيره فكنا بنتمرن الفتره اللي فاتت ازاي نقدر نوقفها برده كل يعني في كذا عنصر عندهم في الفريق كان عنده مميزات كنا بنتمرن كل واحده مميزاتها ايه وايه اللي احنا نقدر نتمرن عليه ونوقفه فدي كانت حاجه هي اللي خلتنا ان احنا ننزل النهارده مركزين كويس قوي مقفلين على كل واحده فالحمد لله ان احنا قدرنا يعني نكسب بشكل كويس النهارده الحمد لله. قولي لي استعداداتكم بقى هتكون ازاي للجيم 2 يعني امام مصر للتامين وقولي لي توقعاتك كمان هل الماتش اللي جاي هيكون اصعب من ماتش النهارده ولا لا؟ ان شاء الله احنا المفروض الماتش التمرينتين اللي جايين برده هنبقى مركزين ايه الاخطاء اللي احنا عملناها هنتفرج طبعا على الماتش بتاع النهارده هنشوف ايه الاخطاء اللي احنا عملناها ممكن يبقى في كان اخطاء شويه في الديفنس في الاول دي هنتفرج عليها وهنحاول ان احنا نقللها الماتش الجاي الماتش الجاي ان شاء الله يعني ان احنا نقدر نكسب هو اكيد هيبقى ماتش مهم برده لازم الاول ان احنا نقدر يعني لو نزلنا من الاول مركزين على كل حاجه احنا عملناها غلط الماتش اللي فات هنقدر نكسب ان شاء الله. ميرسي قوي ميرسي شكرا. كابتن حبيبه محمد برحب بيكي طبعا على شاشه قناه الاهلي في البدايه بقول لك الف مبروك فوز النهارده طبعا اللقاء الاول امام مصر التامين في البيست 3 كلميني بقى عن المواجهه النهارده وقولي لي اصعب النقط اللي واجهتوها النهارده في الماتش وتوقعاتك للماتش اللي جاي جيم 2 هيبقى اصعب ولا النهارده اصعب؟ الله يبارك فيكي شكرا طبعا ماتش النهارده بالنسبه لنا مهم قوي عشان هو ده اللي هيوصلنا للسيمي فاينلز احنا بالنسبه لنا اخر بطولتين دول اهم بطوله وبنستعد ليهم من بدري قوي يعني احنا بس ممكن في الاول كنا لسه ما دخلناش في الجيم بس لما الجيم مشي عرفنا اخطائنا والحمد لله فرقنا في الاخر يعني. قولي لي توقعاتك للجيم 2 وقولي لي هتستعدوا ازاي؟ هل بشكل مختلف عن استعداداتكم للماتش ولا؟ يعني هندرس هنتفرج على الفيديوز وهندرس ايه اللي احنا عملناه غلط الماتش ده وهنصلحه الماتش الجاي وان شاء الله نبقى احسن كمان الماتش الجاي. زي ما شفتوا حضراتكم يعني اللقاءات برضو كلها والكلام عام يعني ما فيش حاجة سبيسيفيك قوي لأن ده بيدل إن المباراة مباراة مهمة مباراة خطوة للأمام أنت النهاردة عندك بيست أوف 3 تكسب مباريتين خلاص تريح نفسك ما تخشش في مباراة تالتة طب المباراة التانية هتبقى إمتى؟ هتبقى بعد بكرة بإذن الرحمن